دلوقتي يعني اجلس الى جانب مثلا اي صديق ليك في العربية تلاقي حط لك اغاني مهرجانات. انا دخلت اغاني المهرجانات بيتي وفي عربيتي، يعني بصيت لقيت جبت فلاشة اديتها للولاد حطوا لي شوية اغاني، لقيت حط لي حاجات بتاعة المهرجانات انا بسمعها يجي لي عصبية ممكن اخبط حد يعني. فهذه المسألة اصبحت ثقافة موجودة، يعني موجودة عند معظم الطبقات، والخطير جدا انها تشكل، يعني نحن تشكلنا من خلال اغاني عبد الوهاب واغاني عبد الحليم واغاني نجاة الصغيرة فايزة احمد، ومن خلال افلام عماد حمدي، ومش يعني بلاش عماد حمدي عشان كبير قوي، محمود ياسين ونور الشريف، وهذه الكوكبة الجميلة اللي كانت بتعمل فن يعني في معظمه في رقي. فالفن بيلعب دور خطير جدا في تشكيل الوجدان الإنساني، وفي تشكيل أسلوب الحياة اللي بيعيش به الإنسان، كيف يحب، كيف يتعامل مع الآخر، كيف يتحاور، كيف يتناقش. الأغاني بشكل خاص بتلعب دور كبير جدا في تشكيل وجدان الإنسان. مرة أخرى إنه ثقافة التفاهة أو الانحطاط الثقافي أصبح لها قدرة غريبة جدا على الاجتياح أو السيطرة أو الهيمنة على تفكير الناس وعلى أحلامهم، خاصة من الشباب، وهذا أمر خطير. الطريق الذي يؤدي إلى التشدد الديني والإرهاب الديني والأصولية وتكفير الآخر هو نفس الطريق الذي يؤدي إلى ثقافة الانحطاط. كلاهما ينبع من جذر واحد وهو الجانب التافه في الإنسان، لأن الإنسان إحنا كلنا عندنا رغبة في أن نصبح أحيانا تافهين، لأن التفاهة تعني التخلص من المسؤولية، التخلص من الحرية، التخلص من التفكير أو من العقل. أنا دلوقتي لو قاعد أكلم الناس في العفاريت وأقول لكم أنا دلوقتي هنيم واحد من اللي قاعدين قدامنا، أو هطلع هقرأ شوية تعاويذ اللي ركبوا عفريت، هتلاقيه يجي له تشنجات، تلاقي الناس كلها مشدودة. لكن الخطاب العقلاني خطاب ثقيل الدم، وبالتالي دائما الناس تهرب إلى التفاهة، تهرب إلى الأشياء السهلة.